السلام عليكم الأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم في قناة أم ياسر. اليوم جيت نشارك معكم حلوة الصابلي بمقادير بسيطة، نتمنى تعجبكم ونتمنى تجربوها، كتجي رائعة. نتمنى تعجبكم. ندوزوا المقادير والطريقة التحضير. غادي نحتاج جوج كيسان ديال السكر كلاصي، كاس ديال الزيت، جوج بيضات، جوج خمارات حمرين، شويه الملحه، ربعه الزبده، وكيلو ديال الدقيق الفورص. غادي ندوزو طريقه التحضير. غادي ناخذ القصريه، غادي نبدا بالزبده، غادي نخدم الزبده مع سكر كلاصي بعد ما غربلتو. غادي نضيف الفاني، غادي نبدا خلطت الزبده مزيان مع السكر كلاصي يعني حتى كينسجموا وكتولي الزبده على شكل كريم. هذا هو شكل الزبده بعد ما دلكتها مع السكر كلاصي. غادي نضيف عليها شويه الملحه، نضيف البيض، غادي نضيف الزيت، وغادي نخلط العناصر. الزيت كنبقى نضيفها بشوي بشوي. غادي نبدا نجمع في الزيت والزبدة والبيض يعني حتى كيولي على شكل كريم. ضروري الزبدة والبيض يكونوا على حرارة المطبخ. بعد ما اجتمعوا لي العناصر مع بعضهم غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه يعني بدون خميره. كنستعملش الخميره الحلوه في الصابلي.
ما كيحتاجش شد ليك. بعد ما جمعت العجين هذا هو الشكل ديالها، كتجي يعني ما تكونش قاسحه ما تكونش رطبه ثاني بزاف. شكلت كويرات، درت ميكا وغادي نضيف ميكا اخرى من الفوق. غادي ناخذ الدلاك وغادي نبدا نطلق العجينه. بعد ما طلقت العجينه غادي ناخذ الطابع، غادي نبدا نرشم به الرشمه ديالنا. العجينه ما تحاولوش تطلقوها بزاف باش ما تجيكمش رقيقه، حيت هو اصلا ما فيهش خميره. غادي ندير جوج اشكال ديال الصابلي. العجينه الثانيه غادي نخرج منها شكل اخر غادي نشاركو معكم. هذا هو المرشم ديال الشكل الثاني. لصقات لي العجينه في المرشم، غادي نكمل على هذا الشكل. غادي نكمل على هذا الشكل وغادي نرجع معكم بعد ما كملت الرشيم ديال العجينه ديالي. هذا هو الشكل ديال جوج اشكال اللي غادي نخرج، غادي ندخلها للفران ومن بعد غادي نرجع معكم. غادي ناخذ الشوكولات ذوبته، غادي ندير الزواقه ديال الصابلي ديالي. هذا هو الشكل اللي غادي نبدا به بالشوكولات الكحل، غادي نعمرو بالشوكولات دوك التقيبات ديالو. وغادي نخشيه في المجمد. غادي نكمل على هذا الشكل وغادي نرجع معكم. غادي ندخلو المجمد وغادي نرجع معكم. غادي ناخذ الشوكولاط ابيض، غادي نديرو حتى هو الزواقه الثانيه.
غادي نبقى مكمله على هذا الشكل. وكنصحكم الا بغيتو ديروا الصابلي تسبقوا الزواق هو الاول، حيت الزواق كياخذ الوقت على العجينه. غادي نكمل على هذا الشكل، غادي ندخلو المجمد وغادي نرجع معكم. هذا هو الشكل الصابلي بعد ما طاب، كيجي رائع. غادي نبدا نلصق في الصابلي ديالي. هذا هي الزواقة اللي درت معكم، كتجي على هذا الشكل. هذه هي الزواقة الثانية، الشكل الثاني كيجي تا هو رائع. خديت هاد الحبيبات، كيبقى لكم الاختيار. غادي ناخد الناباج، وخديت الناباج وضفت عليه الملون باش غادي نستعملو في الحلوى البيضاء. وغادي نبدا نلصق في الحلوى ديالي. غادي ناخد رقائق اللوز محمرين، غادي نزين بهم تاهما.
غادي نكمل على هذا الشكل وغادي نرجع معكم بعد ما ننتهي. هذا هو الشكل ديال الحليوة صابلي ديالنا، اتمنى تعجبكم، اتمنى تجربوها كتجي رائعة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا، تلقوا فيديو جديد ان شاء الله.